السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة حديقة تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نرحب بكم من جديد في هذا الفيديو الجديد الذي سنعرفكم فيه على النباتات الجديدة التي قمنا بزراعتها بطريقة الأغصان أو الجذور وليس بطريقة الحبوب. إذا النبتة الأولى التي قمنا بزرعها هي شجرة التفلة. التفلة شجرة معروفة تكبر في الوديان وفي المناطق الجافة وفي مجموعة من الأماكن، وفيها أنواع كثيرة. فيها التفلة التي تخرج الوردة الأحمر، وكذلك التفلة التي تخرج الوردة الأبيض. هذا النوع الذي قمنا بزراعته يخرج الورد الأبيض. كذلك قمنا بزراعة الورد الجوري. هذا الورد الذي تشاهدون أغصانه أو أوراقه يبست، ستموت جميع هذه الأوراق وتسقط، ثم تخرج براعم أخرى وأوراق أخرى جديدة من هذه الأغصان التي قمنا بزراعتها. إذن هذا هو الورد الجوري. الورد الجوري هناك قمنا بزراعة مجموعة من أنواع، فيه تقريبا أربعة أنواع التي قمنا بزراعتها: الورد الأبيض اللون، والورد الأحمر اللون، وكذلك الورد الوردي اللون، ونوع آخر جميل يعني تكون وردته متفتحة بشكل مخالف للنوع الآخر. هنا كما تشاهدون قمنا بزراعة شجيرة خزامة. خزامة من النباتات العطرية، يعني حتى هذه الشجيرة ستقوم بتغيير أوراقها وستنبت أوراق جديدة مكان الأوراق القديمة التي ماتت طبعا، لأنها يعني نقلت من مكان آخر إلى مكان جديد. كذلك هذه الشجيرة كما تشاهدون زرعنا أربعة أغصان منها، وهي شجرة لويزا. لويزا من النباتات العطرية المنسمة والمنكهة للشاي. شجرة لويزا مهمة في المنزل لأنها تحتاج بزاف في مجموعة من وصفات الشاي والوصفات العلاجية المختلفة. يعني شجرة لويزا ستغير طبعا حتى هي أوراقها كما تشاهدون، مجموعة من الأوراق التي يبست وستسقط وستصعد أوراق أخرى جديدة. كذلك هذه النبتة هي نبتة للزينة، قمنا بزراعتها. ستذبل هذه النبتة وتخرج من جذورها نبتة أخرى مثلها بشكل جيد. كذلك هذه الشجرة التي كنا زرعناها الأسبوع الماضي، زرعنا بجوارها هذه نباتات الزينة التي تعطي ورودا مختلفة. هي كذلك قد تموت هذه الأوراق وتصعد أوراق جديدة منها. أيضا زرعنا هنا هذه الشجيرة التي تسمى روطة. روطة معروفة مناطق شمال المغرب. روطة كذلك تستعمل لعلاج مجموعة من الأمراض بشكل شعبي وتقليدي. سيقومنا بزراعتها وستغير أيضا أوراقها لتصعد أوراق جديدة وقوية. كذلك هذه النبتة تسمى نبتة السلمية. هي نبتة معطرة من نباتات العطرية التي تستخدم مع الشاي كذلك. هذا أيضا معروف جدا، شجرة الأزير. هي